عودة مجددة مشاهدينا الكرام باسماء حضراتكم في الجزء الثالث والاخير من برنامج بلاد سبور. الحوار كان شيق في الجزء الثاني مع ناصر بويش، لاعب دولي سابق والهدف التاريخي لفريق شبيبة القبائل. تكلمنا على واش عاد في شبيبة في المنتخب الوطني. رشيد كالعادة بلي كونسي تاعو يوسي يوسف بلي بعيد. تكلمنا على المنتخب الوطني يوسف، تكلمنا على مازاوا بلومي وكذلك المهاجم شياقة، دي كونسي من عند ناصر بوي جوستومون كونسيرنو هذا المستقدم او المنتدب الجديد او المستدعي الجديد في الخضر مؤخرا صاحب 18 سنة فقط. حبينا نسلطوا يوسف على موضوع ونسلطوا الضوء عفوا على موضوع مهم ومهم جدا في البطولة الجزائري. سا كونسيغ لي زاتاكون جوستومون دو مومون كون ان اتاكون حاضر معنا، ساتاكون حاضر معنا في البلاطو ان اونترينور اللي هو رشيد مالك. العنوان تاع السهره المحترف موبيلي الشح تهديفي وتدمر جماهيري من سبات المهاجمين في الدوري. جوستومون جبنا لاعبين دوليين، جبنا لاعبين في المنتخب عاودوا ولاو البطوله الجزائريه لي ماتش دو اسلام سليماني، شفنا اوندي دولور، شفنا بودبوز، شفنا اتحاد العاصمه في صفقه قاسما صفقه كبيره وضخمه، شفنا مهاجمين موجودين في مختلف الانديه الجزائريه، مي مالوريزمون سا بلوك اشاك فوا، ما راناش نشوفوا مهاجمين يسجلوا في الدوري الجزائري. يزيد هذا الشح التهديفي هو منذ سنوات مع الأسف طويلة وليست بالقصيرة. نعطيك إحصائية، منذ موسم رياضي 1994-1995 ولا لاعب، يعني منذ حاج عدلان في شبيبة القبائل اللي سجل 23 هدف، ولا لاعب في البطولة الوطنية تجاوز ال 20 هدف، يعني حوالي منذ 30 سنة شفنا فقط زكريا زكريا. سمح لي ناصر بويش قال لك انا سجلت 36 هدف في البطوله. انا جاي لي انا جاي لي انا جاي لي جينا غير ب 23 بلا ما نحقق 36. فيه فقط زكريا نعيجي في نادي بارادو في 2019 سجل 20 هدف، وامير سعيود في شباب الوزداد 2021 سجل 20 هدف. جو بونس اوسي دير في اللوين فوا 19 بيوت ولا ما تجاوش 20 هدف. نعطيك انا اللي تجاوزوا فيه الكثير، سجل 18-19 فيه سوداني، فيه يعني من 10 الى 20 فيه الكثير. صح. ولكن ولا واحد تجاوز ال 20 هدف منذ 30 سنه. هذا رقم مخيف بالنسبه للمهاجمين مقارنه بالشيخ ناصر بويش اللي سجل 36 هدف. كي تشوف في البطوله في البطوله الوطنيه 50 هدف عندي 25 قال الكلاسي الاول دوزيام تروازيام واحد نتكلموا على الرقم القياسي. كي تشوف 36 هدف يروح في بالك ديريكتومون غابرييل باتيستوتا في الدوري الايطالي، روي ماكاي في الـ في الـ في الـ في الـ كي كان في لاكورون، كي كان تشوف كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، تشوف يعني تقارنوا بالاسماء الكبيره، ما ماناش نقارنوا من الناحيه الفنيه ولكن لا رياليتي من عدد الاهداف اللي سجلها 36 هدف. تفضل صح. جوست بالك رشيد يكون على باله في جوستومون في 86 داروني في فرونس فوتبول في كلاسمون دي بيتور شفالا يا في فون باستان كرانكل كاع لي زوروبيان اي جو كومونسي هما يماركي وانا نماركي كدا جو كومونسي ات لو بروميي يا في لي مش عارف شكون دار دو زارتيك في لي جورنو تاعنا ناصر بويش سي تامي ديترانيا سي با ان اوروبيان فوت سوليدو فوندي لو بوفي لو نحوني هذيك لا سيزون فون باستر ماركا 34 وانا ماركا 36 كوخلا انا ما ندي سوليدو هذه مهمه تما حربوا بسوليدو هاك شافي رشيد اسمع لي جورنال تاعنا كاع نو نا با بويش تامي ديترانيا لو سوليدو فوندي لو بوفي لو نحوني تي سويدي وشنو كان سوليدو هذاك العام؟ طب فاصل 34 وانا 36 با يوسف انا نحقق البون باستين يا اخويا وليت لك باش تكمل انت وليت لك يعني قلت لك كي تشوف الارقام تاعو يجيك في الخيال تاعك مباشره اللاعبين الكبار مهاجمين الكبار في البطولات الاوروبيه. نظن انه في تاريخ البطوله الوطنيه منذ نشاتها يعني منذ الاستقلال لهنا فيه 9 لاعبين اللي تجاوزوا ال 20 هدف، منهم ناصر بويش مرتين، كاين قاموح تاع مولوديه قسنطينه، كاين سعدي تاع ناصر حسين داي، كاين حاج عدلان تاع شبيبة القبائل، وكاين نعيجي، كاين سعيود، وكاين اسمين اخر. كاين منصف وشاوي. منصف وشاوي لم يتجاوز ال 20 هدف، ما فاتش الاخر عندي الاحصائيات.
عندك راجع تفضل نظن انه هذا المشكل تاع المهاجمين مقارنه ب 36 هدف وتشوف مهاجم تاع البطوله الوطنيه ب 14 هدف هذا يدل على التراجع الكبير في التكوين تاع اللاعب الجزائري. خبير دونك سامحني نروحوا نقطه بنقطه السبب الاول هو التكوين، هذا اول نقطه تكلم عليها. زيد تفضل. السبب الثاني هو العمل مع طواقم التدريب. المدربين في الماضي ربما كانوا يركزوا على العمل الخاص مع المهاجمين مع المدافعين فقط، بين قوسين فقط، هذا المشكل ماهوش فقط في المهاجمين، حتى المدافعين تاع دوك ماهمش كيما تاع بكري. بكري كانوا قويين وكانوا يدافعوا بقوه عكس الان المدافعين اللي المستوى نقص. على العموم هو الجزء من الكل يا زيد، هو كي تقول لي نقص المهاجمين ولا المدافعين هو نقص تاع اللاعب والتكوين تاع اللاعب الجزائري عامه. قلت لك الغياب تكوين نقص العمل الخاص مع المهاجمين. دونك هو كان واحد النقطه، يوسف حبيت نتكلم عليها. قلنا التكوين، قلنا بوتاتر الخدمه تاع اللاعبين، قلنا بوتاتر لو سيريو كما تكلمنا من قبل. ناصر قال لك انا كنت نتبع قبل الماتش لادفيرسير تاعي حتى الغارديان باش يلعب اسكو يلعب لا كاليتي اللي عندك. بارك الله فيك. شفنا واحد الاكسبيريونس مع الحاج عدلان الموسم الماضي في اتحاد العاصمه، كان في ستاف تكنيك مع بن شيخه، كان سوكوبي على ليبوك اونيكمون دي زاتاكون، وشفنا لا ريوسيت تاع القاسمي. نو لا ريوسيت اللي راه في شباب لوزداد الان وكان في سويسرا تاع محيوس. شفنا محيوس، ايمن محيوس اللي لا في بون سيزون. وعلاش ما كاش ناصر بويش؟ علاش ما كاش ناصر بويش تاع المولوديه؟ علاش ما بوتيتر واقيل حاج عدلان واقيل على ما نظن عاود ولا المنصب هدايا، ما عنديش المعلومه. وعلاش ما كاش هاد نجي عندك يوسف، علاش ما عندناش هاد لوبورتونيتي انه في الطواقم الفنيه il te faut un adjoint li un attaquant un axial un milieu de terrain li يمدوا لا كونفيونس ويزيدوا يفهموا اللاعبين فوق ارضيه الميدان. شوف هذا سي نوت ديبا على كل حال. شوف لي سي نوت ديبا وي نو سي نوت ديبا باسكو لا دونك نقول لك علاش نقول لك سي نوت ديبا باسكو هذايا فيه كلام كبير. باسكو علاش لو ستاف لو كان نوليو ان ستاف لارجي بوركو مي ان ستاف لارجي؟ حنا شوف حنا اليوم الميزانيه والناس ما تخممش بهذه الطريقه. يعني اليوم لما يكون عندك ميزانيه اسمح لي استراتيجي لا سامحني انا نعرف كيفاش الناس تخمم. عندك مدربين جزائريين اسمح لي دوكا نعطيك معلومه. عندك مدربين في الدوري الجزائري لو سالير تاعهم هو كمدرب ديباس لي 8 مليون دينار. جو سي كيفاش الطبقه الفنيه اللي كيقول لك ميزانيه اسمح لي الناس كيفاش اسمح لي شوف الناس كيفاش تخمم. ما ولاتش تخمم بالطريقه هذه باسكو لو كان اليوم لونترينور اون شيف يقول لهم بار اكزومبل نجيب ان اوتر اونترينور اللي يخدم لي زاتا نقول له دير بها راك اونترينور برانسيبال في الميتال. سي ان دي بروبليم. سي ان دي بروبليم بصح انا حبيت برك نعقب على شيء اليوم. شوف نقولوا باللي يا بلو دو بيتور نو سي با كي يا بلو دو بيتور. اليوم المهاجمين الاقوياء لما تشوف انت شحال راهم يماركيو بار لي كرون زيكيب. لو فوتبول مودرن ماهوش يطلب دوك غير مهاجم سي يعني فات شتي شحال؟ ما با بوكو ما كان بالك يا ربي بالقاسمي نو نهضروا ميم في اوروبا ميم في اوروبا تي تخوف با دي جوار يعني دي زاتاكون باسكو علاش؟ دوك واش اللي يتغلب؟ يتغلب اللعب الجماعي اكثر من اللعب اون سو باس با سور ان جوار اللي لازم يدير. شوف لو بلو غران جوار يعني لما تشوف ريال دو مدريد الفريق مبني على فينيسيوس سور البلان اوفونسيف اوني داكور تشوف شحال مارك ان بيت ما يلحقش لي كريستيانو ما يلحق. نقصت علاش نقصت؟ باسكو اليوم اليوم يفضلوا اللعب الجماعي اكثر من اللعب. دير معاك انت دي براشيت قبل ما نروح لناصر بويش يعطينا رايو. شوي داكور معاك. شفنا ريسامون واحد القصره دردشه هذا بين لوكا توني وبيب غوارديولا قالوا قتلنا كاع الفوتبول. قالوا باسكو ملي بديت انت تحكمت البارسا ورواح نحيت الناس كون ابيل ان افون سونتر. عاودنا شفنا اونيكمون مع هالاند في السيتي صحيح. اي دونك سيتي سامحني سيتي لوكا وين بزاف مهاجمين راس حربه غادروا اللي كانوا في نهايه الثلاثينات وكذا غادروا كره القدم. اي بارمي يو لوكا توني اللي يقول له بون قال له بالكسره مي سيتي ان ميساج داريه قالوا مهاجمين في لي كاليتي اللي عندي انا ما ولاوش يلعبوا البالون باسكو وليتوا تلعبوا سي دي زاتاك بلاسي تخي بيان سي دي زاتاك بلاسي. مي راجعوا البطوله المحليه كي ندير لاناليز تاع كل جوله نلقاو اكثر شيء 15 هدف في الجوله 14 صح. 13 هدف 1 0 1 1 2 1 ماكسيموم.
هذا الاسقاط الاول. الاسقاط الثاني رشيد، كل الاهداف او 90% من الاهداف سجلوهم مدافعين، مدافع ايمن مدافع ايسر وسط ميدان. نزيد ندير اسقاط ثالث، كره ثابته ركنيه ضربه جزاء ولا مخالفه سونتر روتري باش شي سوليسيون سي تي سوليسيون مي طغى على كره القدم الجزائريه شي هذا رشيد. اون تروف بلو دي بوتور ولا يا سيدي اقل شيء مهاجمين اللي راهم يسجلوا با لافونسونت من لقاو كو دي ديفونسور، لقاو ضربات الجزاء، لقاو ركنيات عن طريق مدافعين. ميسيوني با نورمال سي دو. لما تكلمت انت قلت سامحني ناصر عجبتك لاناليز على نو نو لاناليز لي تري اوبجيكتيف بوركو. علاش شوف انت قلت في اول قلت علاش لو كا دو غوارديولا بارابور ا هولاند. لما تجيب انت لاعب كيما هولاند سي تري ديفيسيل يدخل في الشيما تاعو باسكو يجو دي زاتاك بلاسي. دونك سي ان جوور لي يلعب سوا تلعب يلعب سور لا بروفوندور، سي ان جوور كي اتليتيك يروح للقدام، سوا يلعب سور دي سونت. هو سي با الكا، هو سي با الكا. اليوم اللعب الجماعي اش قلت لك انا، اللعب اليوم يلعبوا بدي شيما تاكتيك كل واحد سوا سور لا بريدونس. حنا نتكلموا على البطوله تاعنا برك توت لي زيكيب براتيكمون جو سور لا بريدونس. ما ناش نشوفوا لعب جماعي اون 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 فلويديتي دون لو جو لانيماسيون دو جو ما ناش نشوفوا فيها هذه. انت شوف نعطيك مثال برك، لما تشوف اتحاد العاصمه شوف المقابله الاخيره برك لي بال كاع سور لو جو ديريكت سور اللاعب لافونسون هذاك كاساما الكارديا ولا يلعب سور est-ce que c'est le jeu de l'USMA? Ce n'est pas le jeu de l'USMA. Je pense parce que les qualités, c'est les qualités d'un attaquant qui fait le changement du schéma tactique d'un entraîneur. C'est ce que j'essaie de lui dire. Si tu as les qualités innées, tu as l'opportunité, obsédé par le but, ça, tu peux être un avant-centre ou même les équipes ils se construisent avec parce que des fois, Marlouk, un tel, il te fait le. حنا كنا نلعبوا في جيسكا جيتي موا اي جمال دو افون سونتر دي فوا تي بار لو تروازيام دي فوا يافي بليزيور اي تو لو موند ماركي دي بوت. دونك سيتي اون ايكيب اوفونسيف اوفونسيف ما تو بو تو روتروفي ا غوش ا دروات ابخي سي لوي كي بيان بلاسي. المهم كذلك شكون كان يصنع لك الاهداف؟ بارك الله هذا اللي نقص في الجزائر. صنع شوف صنع الاهداف لو بورتور دو بالون انت اللي ديكتي لو لاباس سي توا باسكو صانع الاهداف صانع الاهداف كون ما نديرش لابيل وما نفتحلوش وما نوريلوش باللي جو سوي ديسبونيبل وكي نفتح له هنا او عنده تروا سوليسيون ديجا عنده هذا باش يمد لي سي 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 جو بوج با بيان سور. لو كا تاع ريال دي مدريد لما ناخذوا برك عينه برك مبابي سي ان اتاكون راسي سي با ان افونسون. اسمع سامحني انت اليوم تقول سي با ان افونسون بوتيتر الناس تخالفك بالك في الالبوم سيت مي انا نقول لك اليوم سيت ان اتاكون داكور. اليوم علاش ماهوش ماركي بوكو يمارك با بورتون لما تشوفوا كي كان يلعب في الكوره نعطيك انفورماسيون العالم كاع يسنى علاش مبابي ماش حيماركي حيت قلنا اليوم نتاع لامارك لا 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 ماشي علاش ماهوش ماركي نو يدخلوا دوطر فرامات بون سي سي تو نورمال لا كونفيونس نا با تروفي سي روبير او يلعب مع اتونسيون لو ريال سي با باريس سان جيرمان. لكن هو لما يلعب سو لو كوتي غوش في الفلون كيما كان في باري وي يدوفيان بيتور وي. اليوم المكانه تاعو لو يلعب بها دونك حنا ما نقدروش نقولوا رانا خير من اونشيلوتي. اونشيلوتي كمام سي ان اونترينور يعني ريزي سي ميور اونترينور فوالا. وين هو يلعب؟ وين هو يلعب؟ يلعب اون بوانت باسكو يبو با. وعلاش يلعب اون بوانت؟ يبو با متر فينيسيوس سور لو بون خلاص. دونك سي بور ساك انت هادوما الاجوال اليوم باش تقول على ما يخرج بيتور على ما يخرج نو سي بون ساك يفوا ان طون دادابتاسيون. بيان سور نعطيك اون انفورماسيون alors que quand il est en point il marque je pense que non. Chauffe la confiance d'un joueur la différence سامحني يا زيد ماهوش باش نقول لك يعني pour te contredire ولكن c'est un avis. Chauffe Vinicius quand il passe la profondeur c'est lui qui marque
باسكو الثقه اللي عنده لازمه. وقال هذاك لادابتاسيون تاع مبابي، مبابي اللي فوني كي جا ديجا جا في ظروف يعني كي سادابتي فو فيرو مع دراسه مع ديال ما خرجناش في النطاق، انا نتكلموا غير في البطوله المحليه. جوستومون كاين نقطه واحده اخرى ماذا بيا نديروا قبل ما نختموا الموضوع تاع اليوم. جوستومون الكلام اللي قاله يوسف مقبل، قال لك صناع اللعب ولا الناس اللي تعطيك لا ديرنيير باس ولا سي فري كو ما كاش بزاف، مي اسكو سي الاناليز اللي قدرنا نديروها بوتيتر وين نشوفها انا في البطوله الجزائريه. لاعبين وسط الميدان رشيد شي بولو توافقني الراي ولا لا، عندهم اللاعب تاعهم اكثر دفاعي. علاش اكثر دفاعي؟ هما لي ميلو تيرين كان في الجزائر اللي يعرفوا يديروا لا ترانزيسيون اتاك ديفونس، ولكن لا ترانزيسيون اوفونسيف ديفونس اتاك اوفونسيف غايبه في كره القدم الجزائريه. يا بلو لي تزيري بلال لي عامر بن علي لي فيصل باجي، يا بلو لي جوار هذوما داكور. اسكو سي جو سا اوسي باسكو انا نشوف دي ميليو دي جوار في الجزائر راهم يصنفوهم من احسن لاعبين في وسط الميدان، مي لا ترانزيسيون تاعهم اوفونسيف ثقيله واحد الدرجه انك ما تخليكش تصنع اللعب. لا هي في محلها، يعني التقييم تاعك في محله، لان شوف اليوم ترجع للمدرب. علاش؟ التشخيص يعني كما كان يقول مقبله يوسف على لو شوا دي جوار سي كي فون لانيماسيون، كاين دي جوار كي نون با لو بروفيل اوفونسيف. نعطيك مثال بسيط لما تشوف انا علاش نقول هكذا، كاين دي جوار يجو ميليو تيرا مي ما عندهمش لو بروفيل دي ميليو تيرا. شوف نعطيك واحد كان في اتحاد العاصمه ان جون، نعاود نولي للاتحاد العاصمه باسكو تكلمت على اتحاد العاصمه، نعماني سي ان جون. انا كنت نتبع فيه لاني باسي نصر، سي ان جون. تقول لي بالك في الاربعه احنا قعدنا نروحوا بهاد الصفات تاع ان جون، ان جون يلا بيزون جوي باسكو سينون سي بور سو كونفيرمي لازم يلعب. ولما تحطوا انتك تعرف لما تحطوا ملاعبين يعني اللي عندهم اكبر خبره ولا كانت عنده اون انتيليجونس يفا لي سورباسي. نظن بلي هذاك سي ان جوار دون لا ترانزيسيون اللي تكلم عليها، دفاع هجوم دفاع هجوم، عنده هاد عنده هاد لي كاليتي هادوما، عنده لي كاليتي هادوما. باش نكمل لك برك في التعقيب لي كاليتي، علاش نقول لك اليوم يا دي جوار اني جونبي تحكم بنزازا، سي ان جوار كي ان بروفيل بوكو بليس اوفونسيف كو ديفونسيف. نعطيك ان بروفيل في البطوله المحليه ولو يتم الاعتناء به راح يكون عنده شان كبير في كره القدم الجزائري. اكرم بوره تاع المولوديه، اكرم بوره عنده نزعه هجوميه رهيبه جدا. دونك ناصر فوالا اون ان بروبليم في البطوله الجزائريه، المهاجمين ما يسجلوش بزاف. درنا جوستومون لاناليز كونسيرنون بيتيت لومبلاسمون تاعهم كونسيرنون لي ميليو تيران، اسكو اوسي سوغ من الجانب النفسي كذلك، اسكو سي امبورتون انك يكون عندك لو ستاف تكنيك اللي يهضر مع المهاجمين اللي يرد لهم لا كونفيونس تاعهم اللي يساندهم باش ما يضيعوش جوستومون لا كونسونتراسيون ولا كونفيونس. بيان سور بيان سور سي تري امبورتون الكوتي ديجا ديجا لو جوار الجيريان الي ان بو مالاد بسيكولوجيكمون. Oui, il faut traiter ça par rapport aux matchs qu'ils font, par rapport aux défaites, par rapport quand ils passent à côté. Il faut justement communiquer avec ces joueurs, surtout psychologiquement, parce que c'est là où il va se donner à fond. Mm-hmm. Je pense que le point Hada, il n'est pas traité dans les clubs. Mm-hmm. L'attaquant, s'il y a un milieu de terrain qui est l'offensif pour alimenter l'attaque, il faut que la relance soit rapide. Et la disponibilité de l'attaquant aussi de donner des solutions. Parce que si tu ne donnes pas de solutions, je ne pense pas que l'attaquant il va être bien servi, comme on dit. Mmh. C'est ça l'alimentation d'un milieu offensif. Mmh. Pour alimenter les attaquants. Mmh. Il faut que l'attaquant lui donne une solution. Bien sûr. Voilà. Bien et sûr. Quand la relance elle est rapide, l'attaquant peut surprendre une défense. C'est vrai. Et ça vient aussi des attaquants. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils donnent des solutions et qu'ils soient portés. C'est le cas de Parado, à l'image de Kouhili, à l'image de Boulbina. Boulbina, il a 7 هدف. على ما اظن سي اكسيلونس مع هدف في تمجاوب سي بيان ماهوش مهاجم صالح وما راهوش مهاجم صالح مهاجم اللي ما ان تي بو على بلالي سي امبورتون بيان سور بيان سور سا سي دي جوار اكاديميك سي دي جوار اكاديميك نورمالمون يسون كوراج اي لونترينور لون كوراج ميم سي كويكيبي اوسي لون كوراج ا شاك فوا بيسكيل ابورت ان بلوس ا لاتاك جوستومون يلا راشد قبل ما نختم ساره مع شباب القبائل يوصي اللاعب سابق الشبيبه بيتيتر رايو بيتيتر شنو لي كونساي اللي يقدر يبداو من اللاعبين
نظن بلي الرساله اللي ينجم ناصر اللي لو ميو بلاسي او نيفو دو لا جي اس كا بور دوني يعني نسيريس كتكون رساله يعني الفريق اليوم نشوفوه في المرتبه يعني اللي موجود فيها شبيبه القبائل مريحه والفريق هذا ممكن ديسي لو ميركاتو يبون رونفورسي في سيرتان بوست ولكن الفريق انا شفتو يعني اللي مشتو اول مقابله يعني لما تشوف الخسارات تاعهم ماهوش خساره ماشي فريق اللي ماشي يعني فريق يلعب مليح متوازن ولكن فيها لو مونك دو ماتوريتي ديكسبيريونس اي دو كونسونطراسيون نقول باللي لما تشوفوا مع السياسي كيفاش خسروا مع مولوديه الجزائر كيفاش خسروا اليوم الفريق هذايا لازم ندعموه ونشجعوه باش الفريق هذايا باسكو لما تشوف العوام اللي فاتوا الفريق ما كانش يعني في المستوى هذا اليوم فريق بالمقابلات ونظن بالمنشاه اللي عندهم المنشاه اللي عندهم يكون الفريق هذا ان شاء الله لا جي اس كا البار تروفي سكيتي دونطا نصر نو جو بونس كو لا جي اس كا اون ان غران كلوب ان تري بو ستاد جو بونس كو لو L'équipe, c'est une équipe de jeunes. L'Idara, qui m'a l'air, donc, لازم تكون عندها انستابيليتي ويخلوها تشتغل يعني تشتغل باش نديروا فريق كبير الجمهور نطلب منهم يعني باش يشجعوا الفريق تاعهم باسكو عندنا بوبليك من بدايه الموسم وهما مع الفريق تاعهم يعني يعرفوا يشجعوا وصابرين على الفريق هذا سي لوجيك عندنا كل امكانيات اليوم باش الفريق يلعب الادوار الاولى عن قريب لو ديبي دي سيزون اللي با كاتاستروفيك رانا في الكلاسمون موني با كاتاستروفيك جو بونس كو بيان سور لي جوور يا دي جون جوور كي اريف اون ان بركان بور موا il est bon il peut progresser vite s'il a un soutien un autre attaquant avec lui donc je pense que la direction de la GSK peut-être le mercato ils vont faire quelque chose et c'est ça qui est le plus important j'espère que la GSK va jouer les premiers rôles bientôt ونطلب يعني من الجمهور باش المساعده ويشجعوا فريقهم انه فريق كبير ان شاء الله بالتوفيق لفريق شبيبه القبائل ولكل الانديه الجزائريه التعازي كذلك نقدموها لعائله مناصرين اللي فقدناهم جوست افون ماتش اتحاد العاصمه نطلب لهم الرحمه وسانسيرمون سا ما توشي انا كنت في الستاد دونك كانوا جايين يشوفوا الماتش والله يعني ندير نعزيوهم ونطلبوا لهم الرحمه وصبر العائله تاعهم الله يرحمهم برحمه الله ميساج بور لي جوار تاع الانديه واداره الانديه جي فيو لي بارون تاع الانصار اللي توفوا مساكن يتكلموا بواحد الحرقه فو با اوبلي فيت يعني هكذا خلاص ان شاء الله نطر ماتش اي سي بون نوبلي ستادي تاع عمار وكذا فو با اوبلي فيت باسكو الناس هذوما مدو سي فولي بهم اللي كاين لومبيونس هذوما في لي تيرا وفي لي ستاد هذوما ما لازمش نساو هكذا واشاك فوا تكون ذكرى ماساويه للاسف تفكرهم باسكو سي امبورطون للوالدين تاعهم اللي شفناهم واحد الصبر كانوا يهضروا به رحم الله رحمه الله عليهم على كل حال قبل ما نختموا على اليوم جو بونس كو عندك اضافه رشيد justement Yazid puisque par l'occasion انا حبيت حاجه كي متيا كور اليوم انا كنا نتبعوا يعني البطوله الجزائريه بكل صراحه انا ما لازمش نقزموا بزاف البطوله تاعنا وما كانش لاعبين وكذا باسكو انا على حسب رايي المتواضع كاين لاعبين بكل صراحه اي جو بون سيتي بكل انديه que ce soit les clubs qui jouent en premier rôle, que ce soit le Mouloudia, l'MCO, la GSK, l'USMA, le Mouloudia, CRB, CSI. Donc, il y a une فرق بدون يعني بدون استثناء يعني ne serait-ce qu'on a une برك نظرة على اللاعبين. Parce que des fois, on dit que les فريق الوطني كاين des carences. انا بالك ما نجيبش نعقب باسكو جو دوفيان ان بو دو ما بيرسون كي نقول لاعب نشخص لاعب نقول مي عندي نظره ومحق في يعني في الكلام كما كامل يعني ناصر هنايا اون ديسكوتون وكنا نكونوا نشاطروا هذه الاشياء اللي كاين لاعبين نقولوا ما كانش باغ اكزومبل او نيفو دو لاكس ما كانش لاعبين كاين لاعبين il faut برك les mettre en valeur et c'est des jeunes en plus de ça ils ont toutes les qualités requises باش يلعبوا في الفريق الوطني il faut les mettre برك en confiance هذا سي جو تيني ا دير سا اليوم الفريق الوطني هدايا كل كاع نسالوا فيه ماذا بينا يكون في المستوى ويكون يعني ما يكونوش فيه فيه لاعبين ممتازين في الدوري الجزائري ونزيد نروح معك بعيد فيه لاعبين ممتازين في القسم الثاني
على بالي واش غادي نقول لك. دونك فو فيغ كونفونس لي جان هادوما وكذلك في القسم الاول فو فيغ كونفونس في لي جان. لي جان 18 19 و 20 لما يحتاكوا باللاعبين اكسبيريمونتي حيمدوا لك واحد النتيجه ماش راح تصورها. فو فيغ كونفونس في لي جان هادوما احسن بكثير من المهاجمين الذين تم انتدابهم مؤخرا في مختلف الانديه وباموال كثيره. رجعوا لعقلكم، فات كونفونس اون جان، وكره القدم الجزائريه راح تستفاد منهم بزاف ان شاء الله. اكيد يا زيد فيه العديد من المواهب، لازم تلقى الفرصه تاعها باش تبرز المواهب تاعها، ولكن اللاعب اللي يحب يتطور اكثر فاكثر ويدير مشوار كبير في تاعو ويكون مؤثر ويكون نجم لما لا في المنتخب الوطني، لازم يروح يحترف في البطولات الاوروبيه الاقوى، لانه لا ستركتور تاع الانديه الجزائريه ما تسمحش للاعبين من اجل التطور اكثر. ربما فيه العديد من المشاكل. ما لازمش شوف انا موافقك يوسف في من ناحيه التدريب الانضباط من ناحيه موافقك انك لما تروح للخارج راح تتعلم اكثر وتستفيد اكثر وتفيد المنتخب الوطني، بصح ما لازمش تولينا قاعده انه لازم تروح ليترونجي باش تلعب في ليكيب ناسيونال. لا ماشي باش تطور اكثر، ماشي شرط تلعب في ليكيب ناسيونال. فوالا اوتوريزاسيون 27 ماهوش شرط انك، ولكن بكري ماشي كيما الان الانديه كانت تخدم في فئات شبابيه. مو شرط باش تلعب في ليكيب ناسيونال، حتى انك ما تديش الفرصه تاعك، كانوا لاعبين ممتازين ما داوش الفرصه تاعهم في المنتخب الوطني لانه كانت العدد تاع الجوده تاع اللاعبين كثير. وكاين ربما الاسباب غير رياضيه نعرفوها كلنا، ولكن كيما نقول لك واش راك تهضر لو شونجمون في الانديه نتمناوه، هذا 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 الامل تاعنا، ولكن هذا يطلب وقت ويطلب تغيير ذهنيات وعقليات حتى لا نفقد المواهب يا زيد، حتى لا نفقد المواهب ونخلوها هنايا تعاني من نقص في التدريب والنقص في تاع المشاكل تاع الانديه هذه والمستحقات. روح احترف في الخارج، طور نفسك، طور الموهبه تاعك، ودير مشوار كبير في كره القدم. لا اللي عنده الموهبه يروح. يوسف كبلاطو الجزائريه خاصة برياضة كرة القدم، جو لونسي ان ابيل من هنا، حنا عندنا دور في تطوير كرة القدم الجزائرية، عندنا دور كبير وكبير جدا في تطوير كرة القدم الجزائرية. نتكلموا على هذا جوستومون التنظيم اللي لازم يكون في الأندية، نتكلموا على طريقة التسيير، نتكلموا على الكومينيكاسيون تاع الأندية، داكور؟ جو بو با ليسي ان جوار يضارب وحده مع اشاعات وادعاءات تخبط وحده، لازم يعرف بلي عنده سينيو دو كومينيكاسيون والفريق هذا يحميه من كل شيء. لازم نتكلم على الايجابي في كره القدم، لازم نعاون على تسيير الانديه بطريقه محترفه. فوكو لي بريزيدون لي ريبريزونتون تاع الانديه يجوا لي بلاطو دو تيلي باش يناقشوا المواضيع، عوض العنف اللفظي الذي نشاهده في هذا واجبنا في ولكن غير كافي. ايه بيان سور العنف اللفظي اللي رانا نشوفوه في لي بلاطو دو تيلي، وحنا كذلك على كل حال باش نقولوها باش ما نقولوش بلي حنا زعما اوني لي ميور ولا كذا، مي اريتون سا ونخمو في الجانب الايجابي تاع كره القدم. سي ناصر بويش بارك الله فيك، سيتي سي فوتي ان بليزير، سيتي اون اكسلون سواري. يعطيك الصحة. بليزير بارتاجي فرير. سا ما في بليزير ديجا دوزتها معاك. مع رشيد ومع الاخ يوسف. وان شاء الله اون بروشين فوا ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. تلك بالتروفي هذا جاز. يعطيك الصحة. رشيد بارك الله فيك كالعادة. خفيف ظريف ومعنوي. اخويا جو ميرسي و يعني سي ان بليزير مع ناصر. سي ان شاء الله مو انا سينسيرمون كيما ناصر جو بونس كو إلا سون مو ا دير، يعني نو سيريس دون ان كلوب كيما لا جي اس كا. سينسير ماشي باش نزكيه ولا يعني بكل صراحه، دابور إلي انتيغر، سي ان تيب جنتلمان، إيتي ان غران اتاكون كي بو يعني كي بو ابورتي لا ايتي بروفيسيونيل اي بو ابورتي نو سيريس اون توش يعني في لا بيزول تاع لا جي اس ان شاء الله. نتمنى له الخير على كل حال الى حب بيان سور. بوكو با ميرسي بوكو رشيد، يعطيك الصحه بارك الله فيك. يوسف يعطيك الصحه. شكرا لك يا يزيد بارك الله فيك، وكنا سعداء جدا باستقبال احسن هداف في تاريخ البطوله الوطنيه وشيخ رشيد 85 86 مع شباب قابل 52 لازم بالكاس وكاس في الاخير الى موناجا. الله يبارك فيك. مش عارف عليك راشد. مش عارف كيما نقولوا بهذا قد وصلنا لنهايه عدد اليوم. نشكر جميع الزملاء على راسهم رئيس القسم الرياضي وليد مرجاوي الذي اشرف على الحصه، كذلك وعدد
الماده وليد رئيسي وطبعا المخرج طبعا كل الزملاء كذلك في العارضه التقنيه المصورين وقسم الانتاج. نلتقي بكم غدا ان شاء الله، يلتقي بكم زميل وليد مرجاوي في عدد خاص لمباراه غينيا الاستوائيه ضد الجزائر. القسم الذي سيلتقي بكم كذلك يوم الجمعه مع الزميل كمال مهدي، يوم الاحد في مباراه وعدد خاص لمباراه المنتخب الوطني ضد ليبيريا في لاول مره في ملعب تيزي وزو او المجاهد الراحل حسين ايت احمد. وسنواصل ان شاء الله في تقديم الاحسن على قناة البلاد. يبقوا في قناة البلاد. سلام.